بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما زلنا تحت عنوان الشهوات الروحية، وعاوز أكلمكم عن شهوة الصلاة الدائمة. لو أنا سألت سؤال كده ساذج وقلت مين عنده مشكلة في الصلاة، يتهيألي كلنا هنرفع إيدينا، كلنا. يا إما بتسرح، يا إما بتكسل، يا إما بتستتقل، يا إما ما بتلتزمش. كلنا يتهيألي عندنا مشكلة في الصلاة، وأي شخص عاوز يقرب من ربنا عنده شهوة أن صلاته تتحسن، لأنه أهم حاجة في العلاقة مع الله هي الصلاة، أهم حاجة. وفي العلاقة مع الناس هي المحبة. فدول أخطر كلمتين في الحياة الروحية. بتصلي كويس، بتحب الناس كويس، هتدخل السماء. مش عارف تصلي، مش عارف تحب، مش هتوصل. طب إذن كلنا عندنا بداية شهوة صلاة. يعني إيه؟ نفسي يا رب أصلي من قلبي، نفسي أصلي بتركيز، نفسي أصلي مزهقش، نفسي أدخل على الصلاة بشوق. إذن كلنا عاوزين نعلى في الصلاة، نطلع خطوة في الصلاة. من هنا سميناها شهوة الصلاة الدائمة، بالذات وإحنا مش قادرين ننسى أن ربنا قال ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. ينبغي يعني ضروري، ضروري. طب احنا الضروري ده مش مركزين فيه ومش عاملين فيه شغل كفاية. عشان نتقدم في الصلاة احبائي، هراجع كام آية كده مهمة. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع. خلي بالكم ان شهوة الصلاة ماشي معها شهوة الفرح. انت مش هتعرف تفرح على طول الا لما تبقى في حالة صلاة على طول. هتفرح لما تصلي، ولما تصلي كويس هتفرح. ومش هتعرف تصلي على طول الا لما يكون لسان حالك دايما الشكر، بتعرف تشكر وبتشكر كتير. مرة تاني يقول الكتاب اشكروا في كل شيء، لان هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. يعني هو ده اللي ربنا عاوزه، انك تبقى في حالة صلاة وصلاة حقيقية وفرحان بجد وشاكر على طول، بس كده. هو مش عاوز اكتر من كده. بتشتغل بقى، قاعد في بيتك، نايم، بتاكل، كله حلو، بس المهم تكون الحتة دي ما وقفتش منك، الصلاة والشكر والفرح. اول نقطة مهمة، نفسنا نكبر في وقت الصلاة. برضو هنا مش هنقدر نعمل اعترافات جماعية، لكن ممكن نقعد نقسمها، نقول مين بيصلي 10 دقايق، مين بيصلي ربع، مين بيصلي نص، مين بيصلي اكتر، مين بيصلي اقل. اكيد كل واحد فينا بيصلي نفسه وقت الصلاة يزيد، لان الوقت على فكرة فاكتور. ما تقدرش تتجاهل ان الوقت في حد ذاته فاكتور مهم. لان قيل عن ابونا ابراهيم، اما ابراهيم فكان لم يزل واقفا امام الله. بصوا التعبير، لم يزل واقفا، يعني لسه واقف من الصبح، فضل مرة مستني ربنا يرد عليه، فعاد له كم ساعة. وقت الصلاة يبان لما موسى النبي رفع ايديه طول، ولما ابتدت ايديه توجعه خلاص عاوز يخلص، الشعب بيتغلب. فكأنه حتى مجرد الوقفة دي بالايدين دي ليها قيمة برضو. يبقى اول حاجة عاوز اكبر فيها كمية الوقت. احنا بنعرف نكروت كلنا، بنعرف نجري، بنعرف نخنصر. يعني مثلا تبقى ايه صلاة باكر، بلاش قدوس الله، بلاش السلام، ولكن بلاش نعظمك، بلاش ندخل على كريا ليسون، وحتى بلاش كريا ليسون برضو. طب وبعدين؟ ما انت عشان بدل ما تبقى باكر تاخد قد كده، تاخد قد كده، بس انت الخسران، انت بترجع لورا مش بتطلع لقدام. النمو في وقت الخلوة، هل ممكن تدي ربنا ساعة من اسبوعك تقعد تحكي كده؟ طب هل ده موجود ولا بيروح منك ولا بيزيد؟ ما هو لو في شهوة صلاة هتبقى نفسك تحبس، نفسك تقفل، نفسك تفصل عن العالم، عشان ده هيخلي وقتك مع ربنا احلى. نفسك تلتزم بالمعاد. ناس كتيرة بتيجي تظبط دخلتها على القداس على الانجيل. يا حبيبي هو اللي قبل كده مش في المقرر؟ اللي قبل كده ده مش تبعك؟
وبولس ده مالكش علاقة بيه، ما كان عاوز يقول لك حاجة، انت جيت متأخر ما سمعتوش. وبداية لما يتفتح الستر، يعني مش ده استقبال الملك، يعني مش كنت تحضر من الأول؟ إذا برضو لو عاوز تشتهي الصلاة جاهد أنك تلتزم في ميعاد الصلاة. عدد المزامير يا أحبائي، كل مزمور، أظن البابا كيرلس اللي كان صاحب القاعدة دي، كل مزمور له ملاك، كان يقول لك فرح ملاك المزمور. كل مزمور له طعمه، كل مزمور بيدي كالوريز روحية، جرعة روحية، بالذات لو صليته بفهم. طب لما يكون 12 ولا 18 مزمور، خدت منهم اثنين اوكي، بس كان ممكن تاخد خمسة، انت اللي ما خدتش كفاية، خسارة. لو عندك شهوة الصلاة هتقول ما خسارة، خسارة اقف عند مزمورين وثلاثة، طب ما انا اكمل شوية، ما كل مزمور له طعمه. كمان النمو في الصلاة أحبائي، النمو في أولوية الصلاة، يعني إيه؟ تعالوا نصلي الأول وبعدين ناكل، تعالوا نصلي الأول وبعدين نطلع بالعربية، تعالوا نصلي الأول قبل ما نبتدي الشغل، تعالوا نصلي الأول قبل الفسحة، قبل الحكاوي، قبل الاتفاقات. الأول، الأولوية تفرق، لأن إحنا كتير ما الصلاة بتتنسي، ما بتبقاش أول حاجة، ده معنى انك عمرك ما هتكبر في الصلاة. كمان من الحاجات اللي تفرق صلاة يسوع، من اسهل واجمل الصلوات تنادي على اسم ربنا، يا رب يسوع المسيح اشكرك، يا رب يسوع المسيح ارحمه. طيب قلت مرة، اتنين، عشرة، مية، متين، تلتمية، قول انت كل ما بتقول، على فكرة كل ما القلب بينضف، وكل ما العقل بيروق، وكل ما السلام بيحل. إلى ذكرك وإلى اسمك شهوة النفس. لما واحد بيعجبه طبق بيقول تاني وتالت ورابع، احنا في الأكل ما يعني ما بنتأخرش على روحنا أبدا، لأنه عجبك. طب ما هي صلاة يسوع حلوة لأنها لذيذة وسهلة، اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك. طب ما تكتر بدل ما تقعد تحكي مع الناس. يبقى أحبائي وإحنا بنتكلم عن شهوة الصلاة، هي شهوة المزيد من الصلاة، مزيد حتى في الوقت. تاني حاجة، شهوة الإحساس. كل اللي أنا قلته ده خدناه من زاوية كمية الوقت وأولوية الوقت، لكن ماذا عن العمق؟ طب وإنت بتقول صلاة يسوع، لا أنت ممكن في يوم من الأيام كل مرة تقول اسم يسوع تلاقي قلبك بيتنطط من الفرح غير زمان. ممكن المزمور اللي انت حافظه من طفولتك تقوله في وقت وانت طاير في السماء. يبقى احنا عاوزين نشتهي كمان ان الصلاة تبقى مليانة احساس، مش مجرد رص كلام ولا التزام بوقت ولا حتى تركيز. ده في حاجة اعلى من التركيز اسمها الاحساس، او اسمها صلاة القلب، كلمة تبقى طالعة من جواك بجد. طبعا ده شيء رائع. مرة اتنين تلاتة خدام من معانا طلعوا في جبل الأنبا أنطونيوس، وجم يدخلوا ويصلوا في المغارة. أتاري الدور كان على أبونا لاداريوس. أبونا لاداريوس ده أسترالي الأصل، وكان ملحد وشاف العدرة وتعمد، وأنا قعدت معاه يعني، وبقى راهب في دير الأنبا أنطونيوس، وراجل ممتع جدا. فالاتنين دول ولادي، فهم بقى واخدين على كروتة في القداسات زينا يعني. فإيه ابتدوا يدخلوا مثلا في المزامير كده يعني، فقام ابونا ساب المذبح، ابونا لازاريس وبيتكلم عربي مكسر، فطلع يقول لهم تصلي من هنا، تصلي من هنا. طبعا هم راجعين قالوا لي كده يعني، اول ما شافوني تصلي من هنا. بس طبعا هو راجل ساب الدنيا عشان بيحب ربنا، وقعد في الجبل، ايه هنكروت ليه؟ احنا ورانا ايه غير ربنا؟ ليه نكر المزمور كر يعني؟ ما ناخده كلمة كلمة. الحقيقة معها حق. احنا ساعات بنعملها تأديت واجب، وهو ربنا ما بيفهمش لمؤاخذة يعني، ما واخد باله انك انت بتكروته. طب ليه بتعمل كده؟ يبقى عاوزين نصلي باحساس، لان ربنا فاحص القلوب، دريان قوي بالقلب اللي بيتحرك، ودريان بالقلب النايم القافل خالص. ده الاباء قالوا
أول نوع من الصلاة صلاة اللسان أو الشفايف، وما بيعتبروهاش صلاة قوي. وبعدين صلاة الفكر التركيز، يعني وانت بتقول فلتبنى أسوار أورشليم في دماغك تأمل، يا رب حصن الكنيسة، يا رب حصن قلبي وحواسي، فلتبنى أسوار أورشليم. يبقى انت مركز في اللي بتقوله. وبعدين صلاة القلب، يا رب من جوه بقى من الأعماق صرخت حاسس بالكلام. وكلكم صليتوا من قلبكم في وقت التجارب، كلكم عارفين يعني ايه صلاة القلب في الأيام الصعبة، فمش محتاج أشرح. بعدين صلاة الروح يقولوا عليها الآباء، دي لما الروح القدس يتملكك، يتملكك، فتلاقي نفسك بتصلي وانت مش مركز مع أي حاجة غير الصلاة. الروح القدس سايق مشاعرك، سايق الصلاة، تقول كلام. لسه كان عندي واحد بيقول لي أنا بعد ما خلصت صلاة قلت يا ريتني سجلت الروحي. قلت له ليه يا أخويا؟ قال لي لأول مرة في حياتي أقول كلام مش عارف قلته إزاي، وكنت فعلا مش حاسس بالوقت وحاسس بحب ربنا جامد قوي، وفعلا ما عرفش أكتب اللي أنا قلته ده، طلع إزاي مش عارف. قلت له هو ده اللي قاله بولس، الروح القدس يشفع فيكم بأنات لا ينطق به. أديك دقتها صلاة الروح. طب احنا عاوزين من ده على طول، وربنا نفسه بقى كلنا نصلي بالروح حتى نعدي القلب طول الوقت. احنا واقفين عند اللسان، واللسان ده طبعا ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، لا ده مش ضمان خالص لدخول السماء، رص الكلام ده ما يدخلش السماء. النمو في الإحساس معناه نمو في الحب، مشتاق للصلاة، في مشاعر بتتحرك. عشان كده في بعض المصلين ما يطلعوش كلام، في مشاعر جوه القلب بتتحرك لكن بدون كلام، بدون جمل مفيدة، هي مجرد مشاعر. الابن الضال النهاردة وهو راجع لحضن أبوه بيقول كلام كتير قوي بس ما يتقالش، ما يتكتبش، يسكت في محبته. الأب هو واخد ابنه في حضنه، في كلام كتير قوي عاوز يقوله بس ما يتقالش. طب احنا عاوزين نصلي من النوع ده اللي هو تبقى بس قدام ربنا واقف مستمتع وفي مشاعر جياشة لكن من غير كلام. التضرع، التضرع، الشحاتة، المسكنة بالروح، الصراخ من أجل خلاص نفس ولا من أجل خلاصك ولا من أجل شفاء إنسان ولا. الشكر، في إحساس عرفان طالع معاك. الراجل لما جه سجد عند رجلين المسيح الأبرص السامري ركع، ما حدش علمه يركع لأنه ده راجل مش يهودي أساسا، لكن أعطى مجدا لله. يا ترى قال كلمة أشكرك يا يسوع دي قالها إزاي وهو بقاله مثلا 10 سنين أبرص وبكلمة خف، لدرجة المسيح قال ألم يوجد غير هذا الغريب الجنس حتى يعود ويعطي مجدا لله؟ أين التسعة؟ أين التسعة؟ طب أنت كم مرة بتشكر من قلبك وتبقى يعني مفيش كلام عارف تقوله لربنا من كتر العرفان ده؟ نمو في الصلاة، عاوزين نشتهي نصلي كده، لأن هي دي الصلوات اللي بتفرق جدا معاك وتفرق في تغيير العالم كله. الصلاة اللي من النوع ده يا جماعة هي اللي بتغير جواك واللي بتغير براك، إنما الصلوات التانية ما بتغيرش. زي واحد ماسك طبق مش نظيف حطه تحت سرسوب مية وعمل كده ما نضيفش، لا ملحقش ينضف طبعا. غير بقى واحد قاعد يدعك وسلكة بقى وصابون وبتاع ومية سخنة، لا هيفرق كتير. كمان النمو في التسبيح، سيدنا كلمنا على التسبيح مش هطول، لكن فكرة انك تمزج صلاتك بكلمة المجد ليك يا رب، اشكرك يا رب، الانحناء أجيوس دوكسابتري هللو يا، الكلمات دي كلها عبارة عن كلمات تمجيد وتسبيح، تعبيرات شكر. والكنيسة لأنها عاشقة للمسيح تكسر من الكلام ده، لأن احنا مش حاسين بمشاعر الكنيسة الكلام ده بيتكروت. عارفين زي ايه؟ أغلب نصوص الليتورجيات تختم في ايه؟ لأن لك المجد والعزة والسجود والكرامة من الآن وإلى ده. الجملة دي غالبا بيحصل فيها ايه؟ كده يعني ما حدش يسمعها. عارفين ليه ببساطة؟ عشان ما عندناش مشاعر بتقول الكلام ده، ما عندناش ثوق تاتي جوم غير في البصخ،
يعني هي دي سكتة يقوم كل يوم 20 مرة في الصلاة، في آخر صلوات كتير قوي، لأن لك المجد والكرم. بس دي ما بتتقالش ببساطة، لأنك مش حاسس بعرفان وشكر وتمجيد وعشق وحب، ومش مفيش جوه، فاضي. طب ما نفسكش، ده هي دي اللي هتتقال إلى الأبد في السماء. يعني كل الكلام التاني مش هيبقى له مكان في السماء. هتطلب ايه في السماء؟ لا في مرضى تطلب عشانهم، ولا في خطية تقول يا رب زيح، ولا في مدير متعب في شغلك. مفيش في السماء غير لك المجد والكرامة والعزة والسجود. طب حتى اقولها عشان بكرة، النمو في التسبيح يخليك ما تستكترش انك تاخد وقت في حفظ لحن او حفظ مزمور. احنا قصرنا مع نفسنا لما كنا صغيرين، يا بختهم اللي حفظوا بال50 60 مزمور، واللي حفظوا كل الحان الكنيسة وهم اصغاء صغيرين. وياريتكم تعملوا كده مع اولادكم، شبعوهم عشان لما يطلعوا يبقوا زينا، يبقوا عندهم رصيد وخزين رائع من التسابيح والألحان والمزامير، وهو راكب عربيته يقوله، وهو طالع في الأسانسير، وهو نايم على سريره والنوم مش جاي، خلاص دماغه بترتل وتسبح وتقول مزامير ومتبرمك. إنما إحنا إيه اللي بنحطه في دماغ عيالنا؟ أخبار الدنيا اللي هتتغير كل شوية. طب ليه بنعمل فيهم كده يعني؟ النمو في التأمل من أجل الغنى في الصلاة، عشان تبقى صلاتك غنية، ياريتك تتأمل في كلمات الصلاة. كلمات الصلاة عميقة، كلمات المزامير، كلمات القطع بتاعت الأجبية، فصول الأجبية نفسها، لو تأملت فيها وانت بتصليها تستدعي التأمل. يعني مثلاً لما تكون فاهم كل جملة قالها القديس باسيليوس في القداس الباسيلي، أو القديس غريغوريوس في الغريغوري، فاهمها وعارف كان قصد بيها إيه، وتأملت فيها، ركزت فيها، وابونا بيصلي، هتلاقي نفسك طاير، لأنك أنت عندك خزين من المعاني، وهو بيقول أنت المعاني دي كلها عمالة تطلع ريكولينج، كل المعاني دي بتستدعي كل ده، فتبقى سعيد جداً. بينما لو انت نص الصلوات ما انتش فاهمها، طبيعي لازم تمل او تشت تسرح، ملهاش حل غير كده، لانك مش فاهم، مش فاهم كلمات الصلاة اساسها ايه. عشان كده لازم نعمل مجهود في شرح وتأمل وكلمات الصلوات اللي بنقولها. لما بتربط الانجيل بكل ما تصليه، تبقى مذاكر الانجيل كويس، فالانجيل محرك جواك الصلاة، يا بختك انت مخك فيك وعارف تستمتع بصلاتك. لكن انت سطحي في الانجيل فسطحي في الصلاة. انت الانجيل بالنسبة لك شوية ايات حفظتهم من زمان وشوية قصص عارفها، لكن هي منفصلة عنك. غير واحد بيدي للانجيل وقت يدخل يصلي، الانجيل بيكب في الصلاة بقى معاني ومشاعر وحاجات حلوة قوي. طب انت مقصر مع نفسك ليه؟ اذا كان عندك شهوة الصلاة بتاعت القديسين اللي بقولك هتغيرك وتغير الدنيا حواليك، تغير بيتك، تغير شغلك، تغير البلد، تغير الدنيا، كل ده وانت واقف قدام ربنا، طب مش خسارة حبيبي ما تعمل فيها شوية مجهود؟ دي كل آية احبائي هي كنز، وجد كلامك، وجد كلامك كمان وجد غنايم كثيرة. بصوا، عروس النشيد، عروس النشيد تمثل النفس اللي بتحب المسيح وبتحب الصلاة، في وقت وقعت في فتور مش حاسة بربنا زي ما احنا طول الوقت تقريبا، فبقت تدور على المسيح زي المجنونة. وفي الحياة بيجي لنا معترفين زي كده بيبكتونا، يعني تيجي واحدة تقول لي مش عارفة جرالي ايه، مش عارفة اصلي ومش طايقة اروح. عاوز اقول لها نص الناس مش عارفين يصلوا عادي، يعني حتى مش قادرة، مش مستحملة روح، لأن هي متعودة على مستوى من التمتع في الصلاة، فأول ما وقع منها هتنفجر، مش مستحملة. هي كانت عروس النشيد كده، ما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي، فأمسكت ولم أرخيه، وأدخلت بيت أمي وحجرة من حبلت بي، دخلت قلبي تاني وقفلت عليه وقلت له ما تطلعش تاني، مش هفرط فيك تاني، أنا اتدلعت،
أنا اللي كسلت، أنا اللي ضيعت متعة الصلاة من إيدي، لا مش هسيبك تاني، مش هتفلت مني الحتة دي تاني أبدا، مش هسمح لنفسي أصلي وأنا سرحان. لا، يا بختهم اللي فاهمين جمال الصلاة وقيمة الصلاة. كمان في أفكار كده، بصوا الفكرة اللي ابتدينا بيها المؤتمر أول امبارح، إن بولس محصور من حاجتين، مزنوق في حاجتين، شهوة السماء وشهوة الخدمة. ده في ملك تاني خالص، احنا لا عندنا دي ولا عندنا دي. ما حدش فينا مشتهي يمشي، ولا حد فينا مشتهي الخدمة، ما الخدمة كتير، اللي عاوز يخدم ما يخدم. ده الراجل مسجون مش مشتهي يطلع من السجن، مش مشتهي أكلة حلوة في السجن، ما عندوش شهوة إن الناس تيجي تسأل عليه حتى ولا يشوف حبايبه. كل اللي مشتهيه أروح السماء، ذاك أفضل جدا، أبقى في الجسد برضو حلوة، ألزم من أجلكم عشان أخدم. ده أنت مش طبيعي بقى. لا، هو إحنا اللي مش طبيعيين، هو ده الطبيعي، مفروض ده الطبيعي. النمو في اللجوء للصلاة، يعني إيه الفكرة دي بقى؟ يعني الصلاة قريبة لذهنك قد إيه؟ بمعنى، هل أول حاجة تفكر فيها الصلاة، ولا بتيجي في تفكيرك في النص ولا في الآخر؟ مثلا مشكلة، وكل يوم في مشكلة، مشكلة في المرور، مشكلة في الفلوس، مشكلة في الزملاء، في العيال، في الصحة، هل أقرب حاجة لذهنك يا رب خلي بالك، ولا على طول مخك بيحدث حلها كده ولا كده، ولا نكلم فلان ولا نعمل، ولما تعقد خالص صحيح، طب يا رب، يبقى انت متأخر كتير. عاوزين نكبر فتبقى الصلاة أقرب حاجة لقلبك قبل ما تفكر في أي بني آدم أو في أي حل بشري. الصلاة هي الحل. في الإرهاق وانت تعبان بتفكر في السرير وبتفكر في كوباية المية وبتفكر في الدواء، ما ينفعش وانت مرهق يا رب قبل ده كله. وانت كسلان ينفع الصلاة تبقى معاك، وانت محبط وانت عندك احتياج جسدي أو نفسي، يعني كل ظروف اليوم الطبيعية تستدعي الصلاة، لكن احنا غالبا لا نستدعي الصلاة في الظروف دي، احنا بنستدعي حاجة تانية، آلهة أخرى، آلهة أخرى بدائل للصلاة. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم. طب لو قلنا عن القداس، القداس ده قمة صلواتنا، القداس ده لقاء العريس، القداس مش مجرد مجموعة صلوات، ده في أكشن في الآخر، في اتحاد حقيقي يثبت فيا وأنا فيه. طيب هل بتيجي القداس مشتاق، ولا بيجي في بالك ما أنا صليت من كام يوم؟ الرد ده على طول بيشاور على حاجة مش حلو. ما أنا صليت من كام يوم، لبقى الموضوع بالنسبة لك لسه داخل في مستوى الواجب والالتزام والضمير المثقل. لا لا، نفسنا ندخل في حاجة تاني، انه لو يوميا يفضل وحشك القداس، انك داخل مشتاق، انك جاي بدري وصاحي مخصوص وصاحي اكسايتد، صاحي رايح الفسحة بتاعتك، انك مستمتع، مستخسر فقرة تخلص. طبعا لازم اقول برضو اداء الشمامسة والكهنة بيفرق، الشماس اللي بيصلي بيخلي الشعب يصلي، والكاهن اللي بيصلي بيخلي الشعب يصلي. يعني ايه؟ احذروا من ان احنا نكون بنأدي كلام للشمامسة، ارجوكم ما تطفوش روح الشعب، شعبنا بيحب الصلاة، لكن احيانا اللي ماسك المايك وبيقود الشعب مش بيصلي، فلو مش بتصلي هتطفي اللي وراك، قطعت عليه الخط، لأنه القيادة هنا مهمة جدا. الفهم والعمق، وانت فاهم كل المعاني العميقة اللي بتدور فيها القداس هتستمتع بيه أكتر. النمو في صلاة المخدع، يعني ايه؟ بتدي وقت لوحدك، بتقعد تحكي مع ربنا. كانت تعجبني أمنا إيريني لما تقول أنا القلاية بتاعتي بتوحشني، قلايتي بتوحشني، وانت قاعدة في دير، انت راحتي فين يعني؟ بس هي مجرد تلف وتقعد تحكي مع الناس، ده مش ألطف حاجة.
هي عاوزة تقفل، عاوزة تحكي بس مع ربنا. طب انت مخدعك بيوحشك، انت مخدعك يمثل بالنسبة لك السرير بس ننام، لكن المخدع في لغة الآباء مش مقصود كده خالص، مقصود ادخل مخدعك واقفل وخليك صاحي لأنك هتقعد مع أبوك. المطانيات، السهر الروحي، الخفاء، يا أحبائي الخوف، كل الخوف، لا تكون صلواتنا اللي منظورة من الناس أكتر كتير من صلواتنا اللي ما شافوهاش الناس، يبقى برضو عندنا رياء. مفروض صلواتنا اللي مش شايفينها الناس لا تقل على الأقل من صلواتنا اللي شايفها الناس، إما كانتش أكتر. لكن في ناس ما بتصليش إلا في حضور ناس، يبقى ما عادش في حاجة اسمها مخدع خالص. أخيرا، وانت بتصلي عاوزين ننمو في الإيمان والرجاء، زي ما قلنا ننمو في الحب، مشاعر حب في الصلاة، كمان الثقة في الصلاة. وانت بتصلي متأكد انه سامعك، متأكد انه بيحبك، متأكد انه هيعمل احسن حاجة. كلمة متأكد دي مهمة جدا في الصلاة. كل ما تطلبونه في الصلاة آمنوا ان تنالوه فيكون ليكم. فلنتقدم الى عرش النعمة بثقة. لما يقول نفسي تنتظر الرب اكثر من المراقبين الصبح، مستنيك يا رب اكتر من اللي مستنين الفجر يطلع. يبقى نحتاج حتى في صلواتنا نراجع دايما حتة الثقة والرجاء. انت واثق وانت بتصلي وعندك رجاء منتظر ولا لا؟ لان ساعات بنصلي لا في ايمان ولا في رجاء، مش موجود. طبعا الصلاة هنا تفقد كل مفعولها. بصوا، كل اللي انا قلته ده يطلع بينا خطوة في اتجاه أكبر وأجمل وصية في الكتاب تقريبا، صلوا بلا انقطاع، الصلاة الدائمة. القديسين الكبار، أنا مرة واحد من ولادي بيقول لي تعرف عظمة البابا شنودة من سؤال اتسأله عن الصلاة الدائمة. قلت له اشمعنى؟ قال لي شوف، الراجل ده مش محضر، بس زي اللي دسوله على زرار. ما هي الصلاة الدائمة؟ قعد زي نص ساعة يتكلم بخبرة حقيقية عن الصلاة الدائمة. أنا ما بقولش عن خبرة، أنا بقول تحضير. لكن البابا شنودة لما كان يتكلم عن الصلاة الدائمة هو بيكلمك عن اللي بيعمله، عن اللي هو عايشه، إنه هو بيسمعنا وأنا بحكي كان بيصلي، وهو بيفكر في موضوع بيصلي، وهو قاعد مع. أنا مرة يعني خدوني ضمن فريق من الكهنة نروح مجلس الشعب مع قداسة البابا في لقاء، وكان سيدنا أنبا يؤنس معنا، هو منظم اللقاء، عشان تعديل الخطاب الديني، حاجة كده من 15 سنة ولا حاجة. فجابوا شوية شيوخ وجابوا شوية كهنة وجابوا شيخ الأزهر قداسة البابا شنودة. أنا بصيت في عينين سيدنا لقيته في ملك تاني، كان عامل كده وفي حتة تاني خالص كعادته. طبعا قال درر برضو كعادته في 10 دقايق، هو كان في حتة تانية، مش فارق معاه الرياسات والمسؤولية، يعني المهم انه الخط ما تقطعش. احنا في حضور ناس مهمة، لا اركن ربنا مش وقته، لا ربنا ما يتركنش، اي حد تاني يتركن، مفروض كده. طب هي دي الصلاة الدائمة؟ طب احنا عاوزين نوصل، ده احنا لسه على البر خالص، احنا ابانا الذي مش مركزين فيها. فاحنا بنتكلم عن طول الوقت دماغك في ربنا، لسه المسافة طويلة. بس حبايبي هو ده اجمل ما في الحياة المسيحية، ان يبقى مخك وقلبك طول الوقت في ربنا. لإلهنا كل مجد وكرم.